قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقوله وانحر، النحر يختلف عن الذبح، فالذبح يكون في الحلق، وهذا يكون في الغنم، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. وكذلك يكون في البقر، قال تعالى في قصة موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأما النحر فيكون في الإبل، وذلك أن تطعن في الوهدة، والوهدة والمكان الذي بين أصل الصدر والعنق، وذلك لأن رقبة الإبل طويلة، فلو ذبحت من الحلق لتأخر خروج روحها ويكون في ذلك تأليب لها، لكن في طعنها في الوهدة أسرع لذبحها وأسرع لخروج روحها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليدح ذبيحته. ويجوز أن يذبح ما ينحر، وأن ينحر ما يذبح، يجوز الأمران، لكن الأفضلية كما سبق. ولذا قالت أسماء رضي الله عنها كما في الصحيحين: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه.